عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. الحفل الكريم متابعونا في كل مكان عشاقي هذه الرياضة العربية الأصيلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور. من هنا من جائزة زايد الكبرى ومن عاصمة الميادين، عاصمة الملايين والمحبين لرياضة الآباء والأجداد، ينطلق شوطنا الرابع عشر والمخصص للقعدان المهجنات الأصايل لسن الإجذاع لمسافة 6 كيلومترات. هي الرحلة الحاضرة، هي الرحلة المنطلقة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا الصباح الجميل. أتابع البداية وأرصد المركز الأول ومن يقود الصدارة. هنا شعار المحيربي، من يقدم مفرج؟ سلطان بن سالم بن سلطان بن بطي المحيربي، من يدفع بنفرج بالمركز الأول. المركز الثاني القادم الصيرمي المملوك لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، من يدفع بالصيرمي مع المركز الثاني وثالثا. من الجانب الآخر أشوف التدخل والوصول في هذه اللحظات من هملول لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، من يتواجد على مستوى المركز الرابع وخامس. من الجانب الآخر شايم قادم، هنا محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، أبناء الشحانية حاضرين مع المركز الخامس وسادسا. المنطلق في هذه اللحظات والمتدخل ملبي بشعار بن طهميمة بن مطر بن عنوده العامري، يأتي مع المركز الخامس وسادسا. من الجانب الآخر التسلل والدخول في هذه اللحظات من برق لمحمد رسيل بن عويضان العامري، شعار بو حمد قادم في هذه الانطلاقة ويدفع بهذا الاسم مع المراكز الأولى. سابعا القدوم والانضمام من الباسل لبراك بن خلب بن براك المزروعي، من ينطلق من المركز السابع للمركز السادس والثامن. أشوف الدخول هو الانضمام في هذه اللحظات والقدوم من الذيب لحميد بن سعيد بن سعيد المنصوري، يأتي مع المركز الثامن وتاسعا القادم في هذه اللحظات. والمنطلق مناور محمد بن عامر بن علي العمري، من يأتي مع المركز الثامن وتاسعا. الوصول والانضمام في هذه اللحظات والتدخل مع هذه الأسماء، القادم عديم علي بن محمد بن حمد بن حويل مرياتي مع المركز التاسع وخاوة عاشرا. القدوم والانضمام بدأت الأسماء بالوصول، هنا تواق لعبد العزيز براد بن مسعود بن حامد الطنيجي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الأول لرحلة هذه الكوكبة، لرحلة هذه الأسماء الحاضرة هنا مع سن الإجذاع، سن الإبداع والإبتاع. بدأ الهجوم والتسلل إلى المراكز الأولى، إلى الصدارة. هنا عود مع المقدمة،
واعود مع المركز الاول ومع اللي غير هنا الذيب من ياتي بشعار المنصوري ليتسلل في هذه اللحظات الى موقع الصداره الى المركز الاول احمد بن سعيد بن سعيد المنصوري من يدفع بالذيب بالمركز الاول واما ثانيا هنا القدوم والانضمام في هذه اللحظات من الصينمي بشعار النعيمي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي ياتي مع الصينمي مع المركز الثاني وثالثا القادم في هذه اللحظات برق هنا شعار بن عويضان بدأ يدخل هنا محمد رسيل بن عويضان العامري بدأ ينتقل من المركز الثالث إلى المركز الثاني ورابعا القادم مرحبا بهذا الحضور مرحبا بهذا القدوم شعار الاتحادي بدأ يقدم مختار لسعادة أحمد بن سعيد النيادي يدفع بمختار بالمراكز المركز الأولى يأتي هذا الشعار مثل ما تألق في مساء يوم الأمس مع سنة اللقاية وخطف رمزين مع هيلمان والهبيبة في ذلك المساء الجميل المركز الخامس شوف القدوم والانضمام متابعنا العزيز عبر عدساتي قناة ياس هنا مريح قادم لسلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري مع المركز الخامس وسادس من الجانب الآخر شوف التدخل في هذه اللحظات شوف القدوم والانضمام هنا مع هذه الانطلاقة مع مسبار حمد الغانم بن علي بن حمودة الظهري وصل مع المركز السادس وسابعا من الجانب الاخر الانضمام في هذه اللحظات من ملبي طهميم بن مطر بن حلودة العامري مع المركز السابع والثامن القادم ايضا في هذه اللحظات والوصول في هذه الانطلاقة متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادي ياتي مع المركز الثامن مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي وتاسعا من الجانب الاخر القدوم والانضمام من مهاوش هنا لزاع بن سعيد بن الزاع الكلباني مع المركز التاسع وعاشرا تواق عبد العزيز بن راشد بن سعود بن حامد الطنيجي هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة هكذا هو التحدي بدأت الإثارة بدأت السرعة مع هذه الأسماء بدأت السرعة هنا مع هذه الانطلاقة هنا مع هذه التحديات أعود مع الصدارة أعود مع النيادي أعود مع الشعار الاتحادي الذي بدأ يسيطر على قبضة المركز الأول على الصدارة الأولى يقدم مختار الذي اختار المركز الأول اختار الصدارة الأولى دائما لهذا الشعار يعرف طريق النواميس جيدا مختار والمملوك لسعادة أحمد بن سعيد النيادي مع الصدارة النيادي مع المركز الأول تحرك بن عويضان ليقدم برق محمد رسيل بن عويضان العامري مع المركز الثاني وثالث نشوف القدوم والانضمام في هذه اللحظات والتدخل هنا من متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادي ياتي مع المركز الثالث ورابعا من الجانب الاخر الانضمام في هذه اللحظات والتدخل مع المركز الرابع مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي الجميل والمثير مع هذه الأسماء القادم ملبي طهميم بن مطر بن عنودة العامري مع المركز الرابع وخامس الانضمام هنا مهاوش الزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني هكذا هي النتيجة الخماسية الأولى ولكن خلوني أعود مع النيادي مع الشعار الاتحادي الذي بدأ يسيطر ويقود المسار ويقود الجميع 1200 بدأت السرعة من الآن هنا الإثارة حاضرة وعبر عدساتي قناة ياس النيادي يتألق مختار يا مختار وهنا الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير جولة الأوامر وجولة التحركات التكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة حرك اللي بتحرك روح يلي تبنى موس يلي تبى الانتصار روح النيادي بالمركز الأول بالشعار الاتحادي الله الله الله
مع المركز الأول والأعلام ترفع علام دولة الإمارات العربية المتحدة هنا بقدوم هذه الأسماء. النيادي مع الصدارة يقدم مختار تحرك بنحويضان يقدم برق هنا مع المركز الثاني والقادم أيضا مع المركز الثالث هنا متعب بشعار البادي ولكن بنحويضان بنحويضان بأحمد 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 أهاي ند الشبه أهاي ند الشبه حاضرين بنحويضان بنحويضان محمد بن سهيل بنحويضان العامري العامري مع الثلاث متر الأخيرات يغير الأمور إلى صالح هذا الشعار إلى برق إلى برق إلى ند الشبه إلى ند الشبه السلامات سلام ند الشبه سلام سلام بأحمد سلام سلام بنحويضان سلام تهانينا وناموس لمالك برق محمد رسهيل بنحويضان العامري من انتصر بهذا التحدي. المركز الثاني كان وصول متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادي وثالثا كان وصول مختار لسعادة أحمد بن سعيد النيادي. والمركز الرابع كان وصول مع هذه الانطلاقة هنا مع هذا التحدي ملبي طهمية بن مطر بن علودة العامري. ورابع خامسا كان وصول مع هذه الانطلاقة مصدع حمد نشطيط بن سالم الوهيبي. هكذا هي النتيجة بن عويضان من انتصر بهذا التحدي ليذهب بالسلامات إلى هاي ند الشبا وإلى أبو أحمد محمد رسيب بن عويضان العامري من قدم برق مع الأمتار الأخيرة ليخطف الناموس إلى هذا الشعار ويهدي السلامات إلى إمارة دبي دانة الدنيا وإلى بن عويضان. سلام أبو أحمد سلام وسلام محمد رسيب بن عويضان العامري من قدم برق بهذا الأداء الجميل والانتصار مستحق لهذا الشعار وخطفه للمركز الأول. التوقيت الزمني 9 دقائق ثانية 1:06 هو توقيت برق محمد رسيب بن عويضان العامري. وسلام ند الشبا سلام والتوقيت الأفضل سلام بن عويضان. المركز الثاني كان وصول متعب لسلطان بن محمد الخميس البادي والتوقيت الزمني 9 دقائق 4 ثواني 4:04 هو توقيت متعب لسلطان بن محمد الخميس البادي. وثالثا كان مختار لسعادة أحمد بن سعيد النيادي والتوقيت الزمني 9 دقائق 6 ثواني 8:08 هو التوقيت المسجل مع هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد التحية نجدد اللقاء في عاصمة الميادين في ميدان الوهبة. فمرحبا بكل الحاضرين المتابعين لهذه الانطلاقات أصحاب هذه الشعارات ملاك هذه الهجن في جائزة زايد الكبرى المنطلقة هنا أيضا في هذه الفترة الصباحية لسن الإذاع وسن